قلعة آل الجريان. آل الجريان وهم رؤساء ألب سلطان من قبيلة زبيد. يعود تاريخ تشييد قلعة آل الجريان إلى العام 1890 ميلادية، وكانت في بدء بنائها مشيدة من الطين، ثم بنيت بالطابوق، وقد شيدت وفق الطراز الروماني القديم للقلاع. يذكر إن عداي الجريان هو رئيس مجلس أعيان العراق في العهد الملكي، ويوجد إلى جانب القلعة جناح خاص شيد بجانب القلعة يسمى بالجناح الملكي. وقد زار هذه القلعة عبد الإله الوصي والوفد البرلماني الأردني، وقد حدثت ثورة 14 تموز والوفد البرلماني في هذه القلعة التاريخية. وتعد هذه القلعة من الأماكن التراثية المهمة في العراق، وتحظى مدينة الحلة بخصوصية بارزة بين دول العالم لما تحويه من تاريخ عريق ومعالم تراثية شاخصة للعيان. وتعد قلعة آل الجريان من أهم القلاع التراثية في الفرات الأوسط، وكانت وظيفة هذه القلعة دفاعية، وباتت القلعة تحرس ما حولها من أراض وسهول، وكانت الشاهد على ماض يدعو للفخر. وجاءت تسميتها بالقلعة لاحتوائها على أبراج دفاعية لحماية ساكنيها، وتضم القلعة الكثير من قاعات الاستقبال وبيوت بسيطة للحرس والخدم وإسطبل للخيول وآخر للماشية. وقد شهدت هذه القلعة الكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية التي وقعت فيها، فقد كانت تعقد فيها المؤتمرات في زمن الشيخ عداي الجريان الذي كان رئيس مجلس أعيان العراق كما قلنا، ومن المؤسسين للدولة العراقية. وكانت هذه القلعة تمثل ديوان لعشائر تلك المناطق حيث يجتمعون فيها. ولا زالت هذه القلعة التي تؤرشف لحقبة مهمة من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، ما زالت صامدة بوجه عواصف الزمن، ولعلها من أهم القلاع التراثية في الفرات الأوسط. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالضغط على زر اشتراك ليصلكم كل جديد، ونتشرف بمتابعتكم لفيديوهات قناتنا.